بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أوفياء الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عشاق النادي الأهلي وأحباء الكرة الطائرة، معكم دائما على قناة الأهلي نادي القرن. يسعدنا أن ننقل لحضراتكم المباراة النهائية في البطولة العربية 19 للسيدات للكرة الطائرة، ومباراة بقى النهائي التي تجمع بين النادي الأهلي المصري ونادي المجمع البترولي الجزائري. وطبعا ده كلاكيت تاني مرة ما بين النادي الأهلي ونادي المجمع البترولي، وهنبدأ كده على بركة الله بقى بعد تأكد الحكم التاني من دوران اللاعبات والإرسال مع شروق نجم النادي الأهلي ورقم 9 طبعا برقمها المعتاد. وأثناء كده اللقاء هنكلم حضراتكم عن الإحصائيات المختلفة وإرسال من شروق للقطة الأولى ليه ولكن خارج الملعب، ونتمنى طبعا أن الجمهور يكون إيجابي كده على النادي الأهلي اللي هو متعود عليه ومتعودين كده على بعض في اللقاءات النهائية. وطبعا بقى عارفين أن المفروض ياسمين أدني عندها إصابة رقم 13، هل هي هتغيب ولا ايه؟ هنبص كده للتشكيل ونبلغ حضراتكم. وادي ارسال تاني من المجمع الجزائري في لقطه متبادله ما بين الفريقين في ضياع الارسال، معناها كده بدايه توتر للفريقين. طبعا الاثنين ليهم خبرات كتيره جدا مع بعض وحافظين بعض كويس. وادي نهله سامح على الارسال، والمره دي متقن يا نهله، وادي التوتر اللي بنقول عليه بان في اول لقطه كده من استقبال خاطئ لفريق الجزائر، واثنين الاهلي واحد الجزائر. تاني نهلة سامح على الإرسال، إرسال نهلة من الإرسالات السريعة المتقنة وفعلا، ولكن المرة دي استقبال غير متقن ولكنه جيد. وترجع كرة سهلة بتعمل عليها بقى مريم مصطفى تراي عالي قوي، والمحترفة المتألقة دائما مع النادي الأهلي رقم 5 كاترين اللي طارت كده في الهواء وضربت كرة قوية جدا في ملعب المجمع الجزائري من خارج ايد البلوكات سارة بالحسين رقم 7، وتحقق نقطة مباشرة للنادي الاهلي 3 الاهلي 1. وادي ارسال تاني في المناطق الخلفية وتمركز سليم 100% لليبرو الفريق مريم مصطفى، وبنساعد بقى هو في البلوكات وبيقول لهم الكابتن حمدي عايزين الكرة الاولى واقفي بره ايد البلوكات يا مريم عشان الديفنسات، بيحاول يفكرها كده. وتاني نهلة سامح على الارسال، ارسال قوي واستقبال متوتر جدا من فريق المجمع الجزائري، وطبعا بقى دراسة الكابتن حمدي الصافي والمساعد الكابتن ياسر وكابتن محمد مجدي والجهاز بالكامل قاري يعني ايه فرقة المجمع الجزائري وفين نقاط الضعف بتاعته، ومش شايفين في الملعب طبعا ياسمين أدني اللي حصل لها تمزق في أربطة الركبة، وبنقول لها سلامات طبعا، ونزلت مكانها نسرين مروان رقم 11. مش هتكون على نفس الكفاءة اللي فيها ياسمين أدني، ولكن طبعا هي لاعبة في المجمع الجزائري وفريق يحترم بالكامل، فريق قديم قوي مع بعض. وادي بقى على الشاشة بيبو المدير الإداري كده للفريق الأهلاوي، وتايم اوت طبعا كان طالبه بقى مدرب المجمع الجزائري ياسين جلولي ومراد معلاوي في بدايه كده اللقاء عشان يبدا ينبه اللاعبات لاستقبال الكره الاولى. وما زال طائره النادي الاهلي محلقه في سماء استاد القاهره، وادي استقبال تاني خاطئ برضو من لاعبات الجزائر وحائط صد، ولكن الايد كانت مفتوحه شويه. ايه انت وفريده العسقلاني تخرج داخل ملعبكم في آية الشامي. 2 الجزائر 5 الأهلي. اللاعبة البديلة بقى نسرين مروان رقم 11، وإرسال سريع لكن هيهات استقبال من مريم مصطفى، وضربة قوية من آية الشامي اللي عندها النهاردة فرصة كبيرة لتحقيق لقب فردي ولقب للنادي الأهلي عن طريق أحسن ضارب أو أحسن لاعب في البطولة، وكانت حصلت عليه آية الشامي في النسخة السابقة رقم 18.
وارسال من فريد العسقلاني قوي جدا وسريع واستقبال كده على خطوط الثلاثة متر، وادي بقى حائط صد قوي ولكن طبعا ضربت في بطن الشبكه ساره بالحسين، اتخضت بقى من نور ياسين واللاعبه المحترفه رقم خمسه كاترين، وحست كده ان الكره اتاخد منها حبه تلف في اللاين لكن راحت فين؟ في بطن الشبكه. وتاني العسقلاني بارسالات سريعه واستقبال ما زال متوتر من فريق المجمع الجزائري، وادي بقى الدفاعات القويه النهله سامح اللي شايفينها واقفه في مركز واحد مع انها بتلعب من مركز اربعات، وكاترين بتضرب كوره كده جباره قويه في ايد حوائط الصد الجزائريه توصل النادي الاهلي للنقطه الثامنه والتكنيكال تايم اوت الاول في الشوط الاول. 8 الاهلي 2 المجمع الجزائري. وطبعا الطائره الاهلاويه بقى بتدعوكم اعزائي المشاهدين الملتفين حول شاشات قناه النادي الاهلي، تتمنى لكم مشاهده طبعا ممتعه واكثر من رائعه بقى لفنيات ومهارات الكره الطائره، وطبعا في توقف كده نقول لكم قائد الطائره او القبطان الكابتن حمدي الصافي ومساعد القبطان بقى الكابتن ياسر صلاح، وطبعا الطاقم الموجود داخل الطائره اللي بيحييكم بكل حب وكل ود، ويتمنى لحضراتكم مشاهده رائعه مع ركاب الطائره آية حمدي الشامي ونور ياسين وكاترين ودانا شوقي ومريم مصطفى ونهله سامح وشروق محمد وفريده احمد العسقلاني ونرمين ابراهيم ورحمه المهندس وفيوليت ورنا ياسر محمد الجوهري، بيتمنوا كده حصول الطائره الاهلاويه على المركز الاول والميداليه الذهبيه. ارسال ما زال مع فريده العسقلاني وارسال قوي وسريع ولكن استقبال ممتع المره دي، وادي بقى حوائط الصد من عائشه ومزمات كده بتدخل في حضن آية الشامي ونور ياسين اللي بتدخل ايديها جوه وتاخد بلوك رائع بل اكثر من رائع كمان لنور ياسين، اصغر لاعبات البطوله مواليد 2000 ومعاها طبعا دانا شوقي برضو مواليد 2000، ولكن نور بقى اثبتت وجودها داخل صفوف الطائره الاهلاويه وترجع تاني في مركز 2، وادي تمركز هنا دخلت جوه الملعب شويه يا شروق، طبعا انت خبره في الكلام دوت وهناخد الكره الجايه في دفاع قوي ان شاء الله يا شروق ويلا تعوضيها مفيش مشكله. ينتقل الارسال للمجمع الجزائري بفارق 6 نقاط للنادي الاهلي، والارسال مع ساره بالحسين واستقبال كده مريم اتهز شويه ولكن لحقوه النادي الاهلي واتضرب في نقطه قويه جدا من لاعبة كاترين، الكرة مش قوية ولكن النقطة اللي ضربت فيها كاترين في غير توقعات الفريق الجزائري، واعتمدوا كده على بعض ما بين سليمة حموش ونقطة مباشرة. تاني إرسال قوي وسريع لكن خارج الملعب من آية الشامي. 4 المجمع الجزائري 10 الأهلي، وأدي هنا بقى القلق كده وطبعا من بدايه اللقاء، وطبعا البادي لانجوج او لغه الجسد بقى لمدرب ياسين جلولي، طالما ربع ايديه تعرف ان خايف او قلقان طبعا من فرقه الاهلي، ودي بقى الحاجات بتاعت علم النفس الرياضي، وادي كره كده فيها سجال ودايما بيزنقوا المعده بتاعتهم كهينة شطوط، وزي ما قلنا امبارح وهنا كان ليها ستايل كده بتقعد الاول على ركبتها وبعدين ترفع، وهنا كانت الكره مزنوقه ما عرفتش ترفعها، ولكن طبعا خبره كاترين بقى خدت كره كده بشكل رائع من كهينة شطوط وترجع على الارسال، وارسال طويل خارج الملعب يا كاترين. محتاجين النهارده الثبات شويه، الثبات في الارسالات عشان هو ده مفتاح المكسب ان شاء الله. وادي هنا بيكلم بقى سليمه حموش اللي ما خدتش ولا دفاع لغايه دلوقتي، وادي ارسال قوي وبتحاول عليها مريم مصطفى وترجعها تاني باقتدار في ملعب الجزائري، وتاني ترجع مع مريم مصطفى بتعمل تراي كده برضو وترجع تاني في مركز 4 للمتالقه دائما نهله سامح كابتن الفريق. ما شاء الله عليك يا نهله من مواليد 1990 وكابتن الفريق ومخضرمه، عندك ارتقاء ما شاء الله 2 متر 75 في الهجوم و2 متر 60 وبتعرفي ازاي تكسب النقاط، وده اللي ما بيخليش اي مدير فني يخرجك بره الملعب نظرا لاستقبالك الرائع طبعا والاتاك القوي اللي بيجيب نقطه لفريق النادي الاهلي. وادي مريم مصطفى على الشاشه رقم 7 اللي حسنت كتير جدا من وجودها وترسيخ وجودها كده داخل صفوف النادي الاهلي، والنهارده طبعا بقى
هنحاول كده نبشرها بدري بدري انك انت من اكفأ الليبروهات اللي موجوده داخل البطوله. انت طبعا والليبرو سليمه حموش من الجزائر، ولكن انا اتوقع انك تاخدي افضل ليبرو ان شاء الله النهارده لمريم مصطفى. وادي كره كده كان فيها سجال تنتقل تاني للجزائر، وده الفارق شويه من 6 نقاط لـ5. بدأ بقى يفك ايديه شويه اهو، فرقته بدأت تشتغل. وادي ارسال قوي، وكاترين هنا كده ترجع والكره تخدعها، تنزل سريعه جدا من كهينه شطوط وتنزل على كاترين باستقبال خطأ. وطبعا تايم اوت في توقيت مثالي يا كابتن حمدي، يا خبره يا قائد الطائره، وبتقول لهم فعلا قدموا في الاستقبال، والكور دي ممكن ناخدها استقبال اصابع لان الفلوتر بتاعهم سريع قوي، او ناخدها بجر وما نرجعش قوي اخر ملعب عشان الارسال بيسقط بسرعه. وهو شكله كده في انفعال وهو بيبلغهم انه منبه عليهم في الكلام ده، ولكن طبعا لما لقى مفيش تنفيذ في الاداء او بدا الاداء يتراخى الى حد ما وده الفارق الـ4 نقاط، فضل انه ياخد تايم اوت ينبه بيه لاعباته. ودق طبعا الجرس بقى وجرس الانذار في الطائره الاهلاويه، خلى الكابتن حمدي كده يتدخل سريعا من ابراج المراقبه والجمهور المستشعر ليه قد ايه المباراه مهمه وقد ايه واقف على اعصابه على طول من بدايه اللقاء وبيتابع ويؤذر النادي الاهلي. و8-12 الجزائر او المجمع البترولي الجزائري، وما زالت كهينه شطوط على الارسال. ارسال سهل كده، وادي كاترين بتحاول ولكن تطلع خارج الـ3 متر، وآية بتسقط كورة وتشتغل بقى سليمة حموش ومن مركز 4 وضربت في العصاية ولا إيه، ولكن كانت في إيد البلوك الأول، ونقطة كمان للمجمع الجزائري. بدأ الماتش يتوتر شوية كده، شروق خدت بلوك فعلا لكن في العصا الهوائية يا شروق. نحاول نأخر كمان شوية، وأدي الجمهور المتابع بيحاول بقى ينبه أولاده كده والولاد الصغيرين للأداء شكله إيه. وكهينة شطوط إرسالاتها الصعبة جدا مأثرة على هجوم النادي الأهلي، ولكن بقى فين فريدة العسقلاني؟ أيوة كده يا شروق، أيوة كده يا كاترين، دخلت الكرة لشروق ترفع لفريدة العسقلاني بنقطة مباشرة، وكانت واخدة بيست سكورر فريدة العسقلاني في ماتش الصفاقسي. وضربة قوية جدا من ايدين فريدة العسقلاني بنقطة مباشرة. والدوران الثاني بقى فيه شروق على الارسال، وادي بيزنقه هنا زي ما قلت لكم كهينة شطوط، ولكن ترجع الكرة برالي كده يخش سهل جدا في ملعب المجمع البترولي، وتتشد في مركز 4 لحوائط صد قوية وبمتابعة هايلة لنجم الفريق نهلة سامح، وبيحسب كده الحكم فيها ايه، بيقول انها لمست الارض ولكن ما لمستش. نهلة سامح من حقها تكلم الحكم وتقول له اسال الحكم الثاني، الكره فعلا ما نزلتش الارض، كانت ايد نهله سابقاها، شفناها في الاعاده، ولكن الظاهر الحكم الاول بقى صمم على قراره وكان لازم ياخد راي الحكم الثاني لان الكره فعلا محسوبه خطا. وادي ارسال سريع، ومريم الله عليك يا مريم، الله عليك يا فريده، تسلم ايدك يا شروق، كره قويه جدا من منتصف الشبكه، ولكن طبعا خبره فريده بتلاقي دبل بلوك ماسك منها الكوره تلف كده وتيجي الكره تخدمها شويه في نت الشبكه وتاخد نقطه وتوسع الفارق لـ4 نقاط. وادي بقى عين الكابتن حمدي الصافي على السكور اول باول، ونهله سامح واستقبال متقن المره دي من شطوط، وتيجي بقى في التاتش بلوك ناخد بالنا في انذار كده هيدق لنا بيقول ان فريق المجمع البترولي بيضرب كتير قوي على اللاين وفي ايدين البلوك الخارجيه، اللي لازم يا ايه ناخر وندخل كتفنا جوه بايدينا اليمين عشان ناخد الكره داخل حدود الملعب، ونعتمد بقى نقفل عليهم الثغره اللي بيشتغلوا منها دلوقتي. وادي ارسال سريع خارج الملعب برؤيه عاليه لمريم مصطفى، ليبرو فريق النادي الاهلي وليبرو منتخب مصر، وان شاء الله يكون احسن ليبرو في البطوله، ويرجع الارسال لفريده العسقلاني. 15 الاهلي 11، وفريده الله عليك يا فريده، ارسال مؤثر وقوي جدا، هيرجع كره سهله لحدود ملعب الاهلي، ولكن طبعا بتقبل كره انها ترجع كسوف كده من النادي الاهلي، الكره مش راضيه ترجع لهم كمان، يعني كره بايظه زي دي المفروض كانت خلاص تخلص مباشره، ولكن طبعا على استحياء كده بتسيبها اللاعبه ساره بالحسين، خافت انها ترتطم بالاعلانات الجانبيه. ونقطه للاهلي 16 في التكنيكال تايم اوت الثاني، 11 المجمع الجزائري. الاحصائيات اللي موجوده عندنا هنقولها لكم في اول توقف زي دلوقتي، الهجوم كان للنادي الاهلي في مباراه الصفاقسي كان هاجم الاهلي ب 82 كره هجوميه،
حقق منها 44 نقطة مباشرة من إجمالي 75 نقطة أخذهم النادي الأهلي في مباراة الصفاقسي. كانت النصيب الأول كان لآية الشامي رقم واحد، ضربت 25 كورة حققت منهم 12% بنسبة 49.5%، وفريدة العسقلاني رقم 12 ضربت 17 كورة حققت منهم 9 نقاط بنسبة 55%. بنجد دلوقتي هو ده الهجوم اللي كان على فريق الصفاقسي، وطبعا النسب دي هتفرق بقى في الآخر في حساب البيست سكورر أو أحسن ضارب أو أحسن لاعب. والبلوك بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة الصفاقسي كان المجموع الكلي 37 بلوك، ولكن حققنا منهم 6 نقاط فقط، وده يدل على أن دفاعات وتغطية على الضاربين في المجمع في الصفاقسي كانت قوية جدا. وهل بقى هيخدم المجمع الجزائري نفس الإحصائيات دي ولا إيه؟ وكانت فريدة العسقلاني هي أقوى بلوك، خدت 18 بلوك ولكن منهم 3 نقاط مباشرة فقط، ونور ياسين 12 بلوك منهم نقطتين فقط. ونكمل مع حضراتكم المباراة ونرجع تاني للإحصائيات في أول توقف. وكرة كده سهلة بتضربها في الشارع، وبدأ بقى الأهلي يضغط في المقطع الثاني من المباراة ويقرب كده للنقطة 18-11. وادي الصورة عليها ياسمين أودني طبعا اللي كانت مؤثرة جدا في فرقة الجزائر، ولكن بقى تروح منين من النادي الأهلي؟ كانت موجودة في البطولة السابقة في النسخة 18 وكسب النادي الأهلي 3-0 بنتائج سكور ما تعدتش ال20 أبدا لفريق المجمع الجزائري، 25-15 و25-17 و25-18، واحتل طبعا الصدارة النادي الأهلي في النسخة 18. يرجع تاني لسارة بالحسين مع استقبال جيد جدا ورائع، وآية الشامي بتضرب بقوة ولكن حائط صد رائع، وتاني كاترين بقى اللي عرفت تجيب النقطة ازاي وتضرب في الأماكن الخالية تماما من البلوكات ومن طبعا من حوائط الصد ومن الدفاعات الأرضية، وبتحقق نقطة للنادي الأهلي بتعمق بيها جراح المجمع الجزائري في الشوط الأول كده و19-12. وآية الشامي الله عليك يا آية، ارسال مميز واستقبال متواضع كده، ولكن بقى الدفاعات يا آية هي اللي ناقصانا شوية بتعديل في القدرات البدنية، ونحاول كده جاهدين ان احنا نطلع الكرة مباشرة في الاستقبال في الدفاع عفوا. ينتقل الارسال للمجمع الجزائري، وطبعا بقى لقطة الشاشة لنهلة سامح كده الاستقبال، هو فعلا عنده حق مخرجنا انه يجيب نهلة كده عشان يقول لها استقبل الكرة الجاية، وترجع الكرة سجال من النادي الاهلي، وتاني دفاعات قوية لمريم مصطفى بتشدها لكاترين، ومفيش تغطية هنا يا نهلة، كنت واقفة فوق شوية لازم انزل تحت، ما استناش تضرب الكرة وانا واقف فوق، لازم اقعد تحت لان هو الكفر كده او التغطيه على الضارب، لا اما تيجي في ايديك الكره لا اما مش هتيجي، ما ينفعش فيها التراي بالاخص في وجود حوائط صد قويه زي حوائط صد المجمع الجزائري. تاني ارسال ضايع، متشكرين يا بنتي، رقم 12 دلال مروه عاشور، ارسال كده في الشبكه بيوسع الفارق مره ثانيه لست نقاط. وعلى الشبكه بقى العملاق الصغير نور ياسين كده من مركز 3، عايزين نشوفه دلوقتي يا شروق في الكره اللي هتيجي بعد البلوكات بقى، وما بتسيبلناش فرصه هنا الارسال الاهلاوي من ايه الشامي، وتحقق نقطه مباشره ب 21 الاهلي 14 المجمع البترولي. دي كاترين على الارسال، تاني كاترين، وتاني نقطة ليك يا كاترين، شكلك كده هتدخلي في أحسن ضارب ولا إيه يا كاترين وأحسن مرسل، هتاخدي واحدة منهم وإن كنت بقى محترفة وتستحقي طبعا. ولكن بنات النادي الأهلي وسيدات وأنسات النادي الأهلي داخلين كده في المنافسة بقوة على السبع مراكز، منهم طبعا مركز الليبرو اللي أنا أتوقع إنه اتحسم لليبرو الهايل مريم مصطفى، وطبعا بقى هتجيبي منين يا مريم؟ ما هو يعني طبعا ابن الوز او بنت الوز عوام للقديره بقى، يعني مش عايز اقول لك يا مريم انت اثبتي وجودك فعلا داخل صفوف النادي الاهلي انت وزميلاتك كلهم، ولكن طبعا الكره الاولى هي اللي بتبني عليها اي هجوم، وده بقى اصرار وتمسك القياده الفنيه كده بوجودك داخل الملعب، وكورتك الاولى المظبوطه اللي بتروح للشروق تشكل لنا منها هجوم قوي. وتاني الارسال مع كاترين، اتسع الفارق مره اخرى 22-14، وانا شايف كده
علامات القلق بدأت تزيد على مدرب الجزائر. وادي هنا كره في اللاين وناخد بالنا، قلنا كتير ان هم بيضربوا في اللاين، واكيد الداتا فولي والسكاوتنج هي نبهوا طبعا للكلام ده، ويدق بقى جرس الانذار في الطائره الاهلاويه لوجود خطر ناحيه اللاين سواء من حوائط الصد او الدفاعات الاهلاويه. 15 المجمع الجزائري، 22 الاهلي. وادي استقبال رائع ونور ياسين بتطلع من الدور العاشر كده تضرب من فوق حوائط الصد بنقطه مباشره، وهنشوف فيها ايه. كابتن حمدي بيستغرب على ايه من الحكم الاول، وحسب كره كاري كده على شروق، ولكن طبعا ما فيهاش اي حاجه من وجهه نظرنا المتواضعه. وتاني مزمات على الارسال، وادي استقبال كان غير متقن، ولكن تلحقه شروق باقتدار وكره فيها رد فعل عالي بترجعها كده عائشه مزمات. وتاني من سنتر الشبكه لا تصد ولا ترد من ايد نور ياسين، اللاعبه العملاق الصغير اللي بتتعاملك وتلتدي رداء الابطال من منتصف الشبكه، وتضرب كره قويه جدا من حوائط صد ثنائيه وما بيهمهاش حد طبعا نور، ولو ثلاثيه كمان هتضربيها يا نور ويلا شد حيلك. 23 الاهلي، 16 المجمع الجزائري. ويضيع ارسال كده بدون معنى وبدون عنوان في المقطع الاخير من الشوط الاول من نور. وما زال يتحدث قليلا ياسين جلولي، ولكن تعبيرات وجهه هي خير حديث بيوجهه للاعباته كده اللي بقالهم معاه فتره. واللفه الثالثه بقى للفريق الجزائري، وكهينة شطوط ترجع مره ثانيه، ولكن المره دي يا كهينة متشكرين منك خارج الملعب. وادي بقى الجمهور العظيم، جمهور النادي الاهلي الاول في البطوله من وجهه نظري، قادر النادي الاهلي في الاربع مباريات حتى مباراه السودان اللي كانت اسهل الى حد ما، حضر جمهور النادي الاهلي وبيساهم في المكسب، بل هو المكسب الحقيقي طبعا امام شاشات قناه النادي الاهلي. وتحس كده المسؤولين على اتخاذ قرار بقى سريع يلا بعوده جماهير الرياضه المصريه لرفع شان الرياضه، واظهار طبعا والضغط بقى الايجابي على اللاعبين ببذل اقصى جهد واقصى مجهود لرفعه الرياضه المصريه. وادي بقى متشكرين هنا طبعا للقطه الجميله، اللقطه المثاليه اللي بيجيبها لنا مخرجينا في قناه النادي الاهلي. تكمله للاحصائيات، كنا قلنا في الهجوم وفي البلوك، هنيجي بقى للارسالات. طبعا ده كله كان في مباراه الصفاقسي. المجموع الاجمالي للارسالات 73، حان منهم ارسالات مباشره او نقاط مباشره كان 5 نقط، كان منهم نصيب للعسقلاني لعبت 14 ارسال جابت 3 نقط منهم، وايه الشامي لعبت 11 ارسال جابت نقطه واحده فقط. وطبعا فريده العسقلاني خدت احسن او بيست سكولر في المباراه، حققت 15 نقطه لفريقها. اما في الدفاع كان مجموع الكرات الهجوميه اللي اتضربت على النادي الاهلي 60 كره هجوميه، طلع منها الاهلي 28 كره دفاع، وكان طبعا النصيب الاكبر لمريم مصطفى رقم 7 ليبرو الفريق النادي الاهلاوي او الطائره الاهلاويه بنصيب 16 كره في الدفاع، منهم 11 كره ممتازه او اكسلنت راحه على ايد المعد بالظبط، ودي نسبه عاليه جدا يعني اكتر من حوالي 75%. و11 كره لكاترين سيليجو المحترفه، وطلعت منهم ال11 كره 6 كرات ممتازه يعني بنسبه تتجاوز ال55%. اما الاعداد بقى فانا مش شايف غير الاعداد من ناحيه شروق محمد، طبعا رفعت 73 كره منهم 41 كره ممتازه، نسبه عاليه جدا ليك يا شروق، تدينا طبعا اطمئنان ان طائره النادي الاهلي بخير مع وجود معد مخضرم زيك. وطبعا بقى المعد اللي بيلحق كده عشان ياخد خبرات ويكتسب خبرات منك دانا شوقي مواليد 2000 من اصغر لاعبات البطوله ايضا، وان شاء الله يواكبها بقى الحظ وتشارك كده في البطولات القادمه وتكون استكمال ليكي يا شروق، وتحقق اللي عايزاه طبعا من كونها لاعبة دولية داخل صفوف النادي الأهلي. بداية الشوط الثاني
سريعا كده قبل ما نبدا الشوط الثاني نكمل اخر مهاره في السكاوتنج، مهاره الاستقبال. كانت 19 كوره طبعا لمريم مصطفى، حققت منهم 11 كوره ممتازه، وكاترين 26 كوره جابت منهم 14 كوره اكسلنت او ممتازه، والنسب عاليه جدا ما شاء الله داخل صفوف النادي الاهلي. مع استئناف المباراه والشوط الثاني 1-0 للمجمع الجزائري. وطبعا الفنيات اللي موجوده في البطوله كفيله تقول قد ايه المباراه مهمه وقويه. نادي المجمع الجزائري بدا يشتغل على اطراف الملعب من جهه الضارب من مركز 4، بيضرب كتير ناحيه الخطوط، ولغايه دلوقتي ما نجحش البلوك او الدفاع الاهلاوي ان هو يوقف الهجوم ده. هل هيستمر المجمع الجزائري على ادائه، ولا النادي الاهلي بقى هيكون ليه الغلبه كمان في النقطه ديت وهيسد الثغره اللي بيشتغل عليها المجمع الجزائري؟ وطبعا الارسالات القويه اللي بوظت الاستقبال على المجمع الجزائري، الارسالات من النادي الاهلي اللي بدا بيها الشوط الاول واربكت كده صفوف المجمع الجزائري. كان ده السلاح الاول اللي استخدمه كابتن حمدي الصافي، والسلاح الثاني كان من منتصف الشبكه من فريده، وبعدين تحول اللعب لمركز 2 لآية الشامي، ثم تحول لكاترين، وادي هنا كده بدربكه ترجع الكره سهله في ملعب الجزائر، ومن مركز 4 وحائط صد. ولكن يا نهله خبراتك العاليه تخليك كنت تضم ايدك لجوه شويه، لكن معلش هي دخلت جوه الملعب شويه. هنشوف كده في الاعاده، وادي طلعت هنا فريده العسقلاني، وكانت الكره سريعه جدا وقويه من المجمع الجزائري. بترجع كهينة شطوط على الإرسال، إرسال سريع من كهينة وإنصايد في مركز 5. ناخد بالنا بقى يا طائرة يا أهلوية كده، مفيش إنذارات هتدق دلوقتي، إحنا لسه في أول الشوط، لازم ندخل بكفاءة واقتدار عشان نؤثر على الفريق الآخر أو فريق المجمع البترولي الجزائري. وإرسالات كهينة صعبة جدا، وهم غيروا دلوقتي الإرسالات بتاعتهم، بتتلعب مرة ناحية اليمين في مركز 1 ومرة تانية ناحية الشمال، وأدي كرة فيها رد فعل عالي من مريم مصطفى، وفي مركز 1 يا جماعة مفيش حد ما شاء الله موقف ايد العملاقة آية حمدي الشامي رقم 1 اللي بتضرب كرة قوية تصرخ كده حائط الصد الجزائري، وتحقق نقطة مباشرة من ايد بقى مزمات عائشة مزمات اللي زعلانة على الكورة. وادي شروق هنا بإرسال سريع، لكن استقبال متقن المرة دي وحائط صد، ولكن برضو احنا ما زلنا متقدمين شوية في الدفاعات الأرضية المنخفضة. والكابتن حمدي انا كنت شايفه بيتعصب كده عليهم، يقول لهم افتحوا لنفسكم بره خارج الملعب وبره ايد البلوكات، ولكن لسه التنفيذ على قدم وساق داخل نادي الاهلي. وواحد الاهلي 3 المجمع البترولي، وادي استقبال من كاترين شد في مركز 4 الايه الشامي من فوق حوائط الصد، ولكن الكره ما تخلصش يا ايه، وتاني اهو في التاتشات، ولكن تجيبها بقى المره دي. وشروق كده الايه الشامي اللي بتضرب كره قويه، وبداوا يعملوا بندات ويعلوا كورتهم، ولازم ناخد بالنا من سيستم اللعب اللي بيلعبوا بيه، اذا ما كناش نخلص كورتنا هيبقى في مشكله في الطائره الاهلاويه. وتاني ايه الشامي وهتضرب بقوه ولا ايه، وادي اسقاط، وترجع الكره تاني من فريده العسقلاني وتشدها شروق لمركز 2 نهله سامح بتقع على الارض، ولازم تقلب شروق. ايوه كده، ولكن دايسه على الخط الثلث الامامي. وادي بقى اللي كان بيقوله كابتن شعراوي، دفاعات قويه جدا في طبعا في استديو التحليل مع الاستاذ هيثم او الكابتن هيثم السعيد، دفاعات قويه جدا لفريق المجمع الجزائري، وبداوا يلعبوا بحماس عالي قوي، ولازم فرقه الاهلي تستثمر الحماس ده لصالحها وتخلص كورتها وتموت شويه او توقف حماس النادي الجزائري. وادي هنا بره ايد كده من فريده بعد استقبال رائع من مريم مصطفى، بتحقق فريده نقطه مباشره من منتصف الشبكة. اثنين الاهلي 4 المجمع الجزائري. ونهلة سامح ارسال سريع لنهلة، استقبال خارج الثلاثة متر، كرة سهلة كده في الخطوط الخلفية، ولكن بقى مريم مصطفى شدها كده لشروق، وكاترين ترجع تاني في اللقطة، وتضيق الفارق 3 الاهلي 4 المجمع الجزائري. وطبعا الحماس بقى اخذنا كده مع النادي الاهلي ومع جمهوره ومع قناته اللي بيعشقها الملايين حتى الان، وبادئ كده
نتحمس معاهم شويه، ولكن بقى بخبره كده لاعبات الجزائر وخبره المدرب ياسين بلولي بيخلي الكابتن الفرقه يروح يتكلم مع الحكم ويهدي الاجواء شويه. لكن على مين؟ احنا معانا جمهور النادي الاهلي، ومعانا النادي الاهلي نادي القرن اللي عارف الكلام ده كويس، وادي نهله سامح وفعلا ارسال مؤثر من نهله، ونتعازم هنا على بعض فريده وايه الشامي. ولكن طبعا فريده بقى تاخد الكره كده وتعتزل لايه الشامي، ولكن يهمنا النقطه فريده ما شاء الله حققتيها باقتدار، وزي ما نشوفها كده في الاعاده، وزي ايوه ايه الشامي كانت داخله اهي، ولكن هي كره فريده يا ايه لانها في منتصف الشبكه. تاني تأثير على استقبال الفريق الجزائري واسقاط كده، لكن شروق بقى بخبراتها، وكاترين تدخل بحضن البلوكات ولكن تهرب بايديها بره زوايا الدفاع المنخفض للمجمع الجزائري، ويتعدل النتيجه 5-4 للنادي الاهلي. ومش ملاحقه عائشه مزمات على تروح ناحيه 2 ولا ناحيه 4 ولا في السنتر، ومش وقته يا نهله ضياع الارسال. بيتنفس بقى الصعداء كده مدرب الجزائر ياسين جلولي، عايز يثبت وجوده داخل البطوله المره دي، ولو حتى خد شوط من النادي الاهلي، ولكن طبعا احنا بنفضل مع اللقاء لاخره. وادي استقبال اكثر من رائع من مريم، بتضرب ايه في العصا الهوائيه، ما ينفعش التراخي في الوقت دوت، خدوا بالكم. فارق نقطه للمجمع الجزائري 6، المجمع الجزائري 5 الاهلي، هتتعدل على الشاشه فعلا. وادي هنا طبعا انا ما شفتش الرالي شكله ايه، ولكن من الواضح ان هو خطا في الاستقبال من نهله سامح، وقعت كده على الارض. سلامات يا نهله. 7-5 بادئ هنا الراجل بقى يشوف فين عناصر اللي هيلعب عليها داخل صفوف النادي الاهلي. وادي بقى كل الملتفين حوالين الاستاد هنا ومتابعين لانجاز النادي الاهلي ان شاء الله، ويوصلنا كده لبر الامان. وادي ايه الشامي التي لا تصد ولا ترد، كراتها الساحره اللي تضربها في بقاع ونقاط سحريه داخل ملعب المجمع الجزائري، وتضرب كره مباشره من حوائط صد كده بتتردد، هل نطلع ولا نسيبها، هي كده كده مخلصه الكوره، وما شاء الله عليك يا ايه. وادي فريده العسقلاني، وزي ما قلت لكم مش وقت ضياع ارسالات، لازم اركز شويه في ادائي. وصلنا الفريق الجزائري ل 8-6 بفضل ارسالين ضايعين ورا بعض من ايه الشامي وفريده العسقلاني. واحنا مع حضراتكم كده بقى في التكنيكال تايم اوت، ما ننساش طبعا الطريق الملاحي اللي مشيت فيه الطائره الاهلاويه ومرت على كل من سبورتنج المصري بالاسكندريه، وسابت ثلاث بصمات كده داخل ملعب سبورتنج المصري، ومرت ايضا على الصفاقسي التونسي، وبرده كان دوت منعطف قوي جدا وفي منحدرات كده هوائيه، ولكن الاهلي استحق ان يفوز باللقاء 3-0. والصحافه السوداني الفريق المشارك بكفاح واجتهاد برضه فاز الاهلي 3-0. واخر عقبه او اخر الطريق الملاحي اللي هيختم بيه الرحله العربيه او البطوله العربيه في الطائره الاهلاويه هيختم مع المجمع البترولي، نتمناها حمراء، نتمناها نادي القرن كده ان يهدي مجلس ادارته الجديد بقياده معشوق الملايين وحبيب الملايين كابتن بيبو محمود الخطيب طبعا، ويهدي جمهوره اللي بيسحب وراه في كل حته عشان تاكد كده كاترين اللي بنقوله، وتضرب ضربه قويه من مركز 4. حتى الان انا من رايي ان كاترين النهارده مصممه انها تاخد لقب فردي، وكل كراتها خلصانه حتى الان، ناقص بقى نشتغل كمان من الطرف الثاني من الملعب عشان ما يميلش مننا الملعب ناحيه جهه واحده، ويبدا الراجل دوت المخضرم اللي بيفكر كتير ياسين جلولي يبدا يسد علينا الثغره دي، او يسد علينا الحته اللي بنجيب منها النقاط. وادي ايه الشامي على الارسال، وارسال سريع واستقبال جيد، وتاني اهي بتضرب في حته فاضيه، ولكن بقى ايه حسنت فعلا من قدراتها الفنيه في الدفاع، وتسيب الكره كده بخبره واقتدار خارج الملعب، وتعدل النتيجه. طبعا انا بعتذر لايه، كنت قلت انها ضيعت ارسال، ولكن كان ضياع الارسال من فريده العسقلاني. وادي تاني اهي كره في مركز 4 بتضرب بقى بخبره كده اللاعبه رقم 12 دلال مروه عاشور،
اللي ضربت على ايد البلوك الخارجيه وحققت نقطه مباشره. 9 المجمع الجزائري 8 الاهلي، وبدات المباراه تمشي سجال، ولكن انا متاكد ان الاهلي هيفرق بعد بقى نزول دانا اصغر معدين في البطوله او اصغر معد في البطوله، وتاني اصغر لاعبه مع نور ياسين نزلت في الاعداد، والكابتن حمدي ليه وجهه نظر طبعا عشان حواط الصد وبيضربوا ناحيه الطرف كتير، ودانا مميزه في البلوكات، وبترجع كاترين على الارسال بعد تعديل النتيجه، وتاني استقبال جيد، وهنشوف بقى دانا هنا، وزي ما قلنا خافوا ان هم يضربوا على ايد دانا وحطوا الكره اسقاط كده مباشر، وادي كاترين، الله عليك يا كاترين، بترفعها لها دانا بثقه واقتدار عاليه جدا، توصل بالنتيجه ان الاهلي يعدل اداؤه ويعدل وجوده داخل الملعب، وبتحاول تسيبها كده رقم 12 دلال مروه عاشور، لكن فين يا دلال؟ الكره جاست انسايد داخل حدود الملعب، و10 الاهلي، كاترين تاني على الارسال رقم 5 مع استقبال جيد، وفين بقى تروحي من مريم مصطفى اللي قاريه كل كوره، وادي هنا نهله وتغطيه جيده من كاترين، وتاني كده في مركز 4 النهله، الله عليك يا نهله، بتلف تاخد البلوكات في الزوايا وتلف هي في اللاين وتضرب كوره كده بريست الايد، خبره اهلاويه منقطعه النظير، والجمهور قد ايه بيصيح بقى على كوره نهله. الاهلي 11 كاترين على الارسال، وادي بتقعد هنا على ركبتها، وده ممكن يحرمها من انها تبقى احسن معد، او بقى من وجهه النظر الفنيه انها بتوصل الكوره باقتدار، وادي تغيير بيعمله كده، بتنزل لعيبه رقم 6 على الارسال من الجزائر اسماء جبار، وبتطلع نسرين مروان من الخطوط الخلفيه لانها طبعا ضعيفه في الارسال الى حد ما، ونشوف مدى تاثير التغيير ده على ارسالات الجزائر. هو بتحط ارسال فعلا ايس بيخضع كده لاعبات النادي الاهلي وينزل مباشر في اواخر الملعب، وتغيير موفق لياسين جلولي باللاعبه اسماء جبار، ارسال تاني باليد اليسرى وكان هيخضع تاني النادي الاهلي، ولكن دانا كانت متابعاه والكره تنزل في صفوف او في ملعب الفريق الجزائري، نقطه للنادي الاهلي. يلا يا بنات، قام بقى الوقت دلوقتي ان احنا نفرق وننهي التكنيكال تايم اوت لصالحنا، الاربع نقاط اللي جايين ان شاء الله ناخدهم، وادي نور ياسين ارسال ضايع يا نور مش وقته، والسبايك مش هيجيب، او الارسال القوي مع الوزن مش هيجيب نتيجه مع اللاعبات دول لانه بيعاملوه معامله الدفاع، ولكن لو لعبنا ارسال سريع فلوتر هي دي مشكله الدول العربيه عموما استقبال الارسالات السريعه القويه، اكيد الكابتن حمدي هيوجهها للكلام ده، وبدات الارسال في الشوط الثاني ده خامس ارسال يضيع مننا، وادي كده استقبال متواضع من كاترين، وكره من نهله، الله عليك يا نهله، تستحقي يا بنتي لقب المباراه النهارده بافضل لاعبه، بتصلحي الكور اللي راحت صعبه للشروق ورفعتها بالعافيه كده، وبتعرفي ازاي تاخدي نقطه مباشره من عوائد صد قويه، وادي فعلا التراي، ولكن بتكسب نهله الكره، نهله سامح تروح الارسال لشروق، خلي بالنا من الارسال شويه يا شروق، وارسال سريع، الله عليك يا شروق، ومنتصف الشبكه بتحاول نهله، ولكن طبعا باقتدار كده بتلف في سنتر البلوك وتضرب في الزوايا الحاده من ايد فريده، كان لازم يا فريده معلاش معاها قوي وامسك الكره من جوه، انت عليتي زياده عن اللزوم وهي ضربه من تحت شويه. زهره بين سالم، وادي دلال مروه عاشور، اسمها مركب دلال مروه، وطبعا بقى ياسمين اودني على الارساء بره الملعب مصابه، واستقبال اكتر من رائع من مريم، وما زالت نهله تتالق، ولكن الكره هترجع بقى وترجع سهله ان شاء الله في ملعب الاهلي، وتتضرب كده لكن واقفه لها شروق وتشدها نهله لايه بتعمل اسقاط بينزل داخل حدود الملعب، وانا شايف كده حماس من المجمع البترولي الجزائري، واتحسبت ايه؟ انا شايف الحكم شاور ناحيه النادي الاهلي، ولكن الكره للمجمع البترولي الجزائري، واتحسبت اوت، وارسال تاني سريع، واستقبلته نهله، وتتشد الايه، لازم كورتك تخلص يا ايه، ايوه كده يا ايه، ما سيبش فرصه ان الكره تجيني بقى سجال واقعد بقى اعمل بليس واحط كده كور سهله نزود بيها الفارق شويه،
لازم اضرب من فوق زي ما انت عملتي واقرب الفارق بيني وبين الفرقه الثانيه، واحاول بقى اعدي بالنقطتين دول اخد التكنيكال تايم اوت لحسابي. ونهله سامح على الارسال، موفقه يا نهله ان شاء الله. وادي ارسال سريع اوت يا نهله خارج الملعب. يحسب بقى الكابتن حمدي الصافي كده بضياع 7 ارسالات في 14 نقطة، يعني اديت 7 كور سهلة و7 نقاط سهلة لفريق المجمع الجزائري بدون ما يتعب بدون أي جهد. لازم هينبه عليه كابتن حمدي، ومش عايزين نتهدد بضياع الشوط ده، لازم أفوز كمان بالشوط ده عشان أأمن بقى وجودي داخل البطولة، لأن طبعا النادي الأهلي عنده فرصتين مكسب بأي طريقة يكسب المركز الأول، أو لا قدر الله هزيمة 3-2 ومعناها إنه ياخد الشوط الثاني، معناها إنه احتل الصدارة خلاص وأخذ البطولة وهيحتفل جمهوره بدري. ولكن طبعا النادي الأهلي لا يعرف الهزيمة، دايما يصابر ويكابر حتى يفوز باللقاءات. وأدي فريدة هنا بتأثر على استقبال المجمع الجزائري، نقطة مهمة جدا ليك يا فريدة وللنادي الأهلي إنك تدخلي التكنيكال تايم أوت وانت متفوقه بفارق نقطه. اكيد بقى هيتكلم الكابتن حمدي ويعدل من ادائه. قد ايه الجمال في سماع صوت واذير النسر المحلق بقى والجماهير المحلقه دائما في سماء النادي الاهلي والطائره الاهلاويه، ولولا الجماهير دي فعلا كان يبقى الشكل لا كان يبقى مختلف تماما. ولكن طبعا الجماهير ومعانيها بقى الواضحه بتشجيعها للنسر الاهلاوي ونادي القرن نادي الاهلي، وتقول له احنا واقفين جنبك في كل المحافل الرياضيه، روح واشتغل واحنا بندعمك واحنا واقفين وراك واحنا معاك. وادي بقى هنا الاعلام بترفرف في سماء صاله مجمع الصالات، وحيره من كابتن ياسين الجلولي كل ما يفتح ثغره في النادي الاهلي. خبره ودرايه كابتن حمدي الصافي وياسر صلاح والجهاز المعاون طبعا يقفلها لهم تاني ويبدا يتفوق فيها اكتر، ويحاول بقى يدور تاني مراد معلاوي وياسين جلولي على ثغره جديده. ولكن عندنا نجمات فوق العاده فوق الوصف، نجمات من الطراز والعيار الثقيل، نجمات منتخب مصر. التشكيله اللي في الملعب بصرف النظر عن المحترفه، وادي الكره الثانيه اللي بتضربها دلال مروه عاشور على تاتش البلوكات. خدوا بالكم وهي بتختم ايديها بتوجه الكره ناحيه الاوت، يعني لازم انا اخر واقفل ايديا من بره على جوه شويه وانزل كورتي في قلب ملعبي في قلب ملعب الخصم اسف. وادي كره ثانيه سهله وهنشوف بقى، ولكن كانت صعبه شويه، وهي هتاخد النهارده احسن ضارب من وجهه نظري المتواضعه اللاعبه كاترين. والنهارده لو فاقت ايه شويه وخلصت كورتها تبقى المنافسه قويه بين ايه وبين كاترين وتدخل معاهم ضربات باقي الفرق. ولكن طبعا الارسالات الضائعه كثيره جدا ومقلقه في التوقيت دوت اللي بتوصل المجمع الجزائري نقطه بنقطه مع النادي الاهلي. ارسال سريع واستقبال رائع واكثر من رائع، ونور ياسين يتاخد منها بلوك، لكن التغطيه الهائله من مريم مصطفى وكاترين تظهر في الشاشه للمره العاشره. كاترين خلال الشوطين بتخلص كورتها، احنا عمالين نعد معاها ضربت قد ايه، وادي عاشر كره تضربها كاترين في شوطين بس. يعني كاترين علت نسبتها جدا عن ما كانت عليه، وممكن توصل النهارده للبيست سكولر، ومعنى كده انها ممكن تتفوق في احسن ضارب او احسن لاعب في البطوله. طبعا امنياتنا لاي لاعبه من صفوف النادي الاهلي، ولكن طبعا نتمناها مصريه خالصه، نتمناها بايدينا لا بيد غيرنا. وادي كاترين تاني بارسال ضائع يا كاترين، مش وقتك برضه. 18 المجمع البترولي 19 الاهلي. اتوقع الارسال ده هيعدي من الاهلي، لو الاهلي خلصه بنقطه هيكون ماشي دلوقتي في سير بقى بياخد بيك بوينت او نقطتين متتاليين ونقطه واحده للمجمع الجزائري. ايوه زي ما قلنا كده، يعني الاهلي بيحصل على نقطتين والمجمع نقطه، معناها ان الاهلي هيفنش الشوط ده ان شاء الله 25 21 بالكتير. وادي هنا بيلوم على اللاعبه البديله اللي فرضت الظروف عليها انها تنزل اساسيه في الملعب نسرين مروان، واللي كان عمل تبديل بيها بالارسال. وادي بقى يا نور، الله عليك يا كابتن حمدي يا اللي وجهت نور ياسين وقلت لها العبي ارسالات من على الارض سريعه، فعلا اثرت بيها على
الاستقبال الجزائري، لكن كرة كده بدون معنى وبدون عنوان تنزل في ملعب النادي الأهلي وتقرب الفارق. وادي هنا بقى خبرات للاعيبه المحترفه وخبره شروق بتشجع لاعيبتها وبتقول لهم معلش يلا نعوض تاني احنا لسه فارقين، وبينتقل الارسال لحموش وتلعب ارسال في الشبكه كهينه شطوط، وزي ما قلت لكم نقطتين مقابل نقطه فاحنا فايزين ان شاء الله. وشروق بقى تفرق لنا بالارسال 21-19 قدام المجمع الجزائري، الفريق العملاق، الفريق اللي بادئ يسير على خطى ثابته من الموسم الماضي. وخدي بالك الارسال ده كان ممكن يبقى فيه ريسك يا شروق ويضيع، ولكن ربنا ستر وترجع الكره تاني كده من حوائط صد قويه جدا. وادي اسقاط ورحنا متاخر يا نهله، دخلنا في نقطه صعبه قوي خلف البلوكات وتحركنا فيها كان سليم 100%، ولكن خدي بالك من سرعه رد الفعل عندنا محتاجه شويه تظبيط يا نهله داخل المباراه. وادي فعلا لكن الكور طبعا سريعه، احنا من خارج الملعب بنقول لكم الكلام دوت، لكن اللاعب جوه الملعب اكيد بيعمل حساب لألف حاجه وبتفاجئه بقى الكوره بحاجه تانية خالص. زهره بين سالم 21 الاهلي 20 المجمع الجزائري. وادي كاترين استقبال غير متقن يا كاترين، وايه ما مش وقته يا ايه، الكور اللي بالسنس لازم كورتي تخلص. وادي زي ما بقول لو ما خلصناش كورتنا هيبقى الرالي بالنسبه لنا في مشكله عشان التمركز بتاعنا. انت بتضربي يا ايه دلوقتي من مركز 4 وصعب تروحي تغيري مع نهله، ولكن طبعا النقطه عند نهله هناك بيبقى الضرب كتير من مركز 4 والملعب بيتكشف شويه. طبعا نهله خبراتها قويه جدا في الهجوم، ولكن في حوائط الصد شويه نهله الارتقاء عندها مش عالي، وهي بتعتمد طبعا على خبراتها في الضرب. وادي الشغل كله من ناحيه نهله هناك، تتشد بقى الايه ولا ايه وتضرب ايه كره قويه بتحقق نقطه، ولسان حالنا مع ايه دلوقتي في قلب الملعب. وادي بقى العصبيه اللي بدات تظهر كده على عينين وعلى وشوش ياسين جلولي ومراد معلاوي، واللي مش راضي تماما عن الاداء وقد ايه احنا بنشتغل من عن طريق برضو البلوكات لمركز 2 للمجمع الجزائري. ونهله ترجع الارسال بارسال، ادي بقى حلاوتك يا نهله وقدرتك كده على الاتقان، بتعوضي البلوكات اللي عندك بحائط بضرب قوي وارسالات قويه ومحاوله للدفاع طبعا بتكون قويه. ادي كاترين بتامن على كورتها وتتشد الايه وكانت مزنوقه، ولكن دفاعات ايضا قويه للمجمع البترولي. وصدقت يا كابتن شعراوي ان المجمع البترولي صعب تنزل فيه الكوره، وادي من منتصف الشبكه كوره سريعه وقويه علت معانا بقى الفولت والتيمبو بتاعنا كده في الايقاع، ووصلت النادي الاهلي 23 بفريده العسقلاني اللي راجع على الارسال. يا ترى يا فريده هتنهي زي ما قلت 25-21 ولا هيبقى ليكي كلام تاني بارسالك؟ واتمناها طبعا زي ما قلنا عشان يبقى في مصداقيه بيننا كده وبين الجمهور باحساسنا الكامل بلاعبات النادي الاهلي وادائهم للمهارات المختلفه. ودي بقى احسن لقطه كانت ايه بتعملها كده اسقاط وحايد بيها نقطة مباشرة بعد رالي طويل وفريدة بتنهيها طبعا، ولسه الإرسال بقى ما جالناش اللقطة بتاعته على إيد فريدة العسقلاني. يا ترى الإعادات نتيجة إيه؟ مفروض فريدة العسقلاني الآن على الإرسال. وادي عائشة مزمات اللي جاية من ناحية 2 كده عايز تضرب كرة سريع، ونهله تاني كانوا بيطلبوا الدوران، ونهله تاني على الارسال. وادي كره مسقطه، ولكن فريده بتعمل اسقاط وتلبس رداء المعدين واسقاط تاني، ولكن فين مريم مصطفى؟ وادي ايه الشامي اللي ضربت الكره قويه بتحقق بيها وتعدل كده المعادله الصعبه بينها وبين كاترين. وادي العصبيه اللي قلنا عليها خرجت خلاص بقى من قلب كاتمها في قلبه وعيني وفي صدره. وادي التابلت اللي بنطلب بيه التايم اوت والتبديلات، وطبعا التقنيه الحديثه اللي بيقوم بيها الاتحاد المصري على ايد بقى المهندس خالد ناصر سليم والمجلس الاداره المعاون طبعا لرئيس الاتحاد، ونشاطهم قد ايه داخل مجلس اداره الاتحاد بيظهر لنا مظهر ختامي للبطوله زي ما قال الكابتن جعفر علي رئيس لجنه الحكام العربيه في البطوله وعضو لجنه التطوير بالاتحاد الدولي، وقال قد ايه النادي الاهلي والاتحاد المصري بيديروا اللقاء باقتدار وبيديروا البطوله باحترافيه عاليه جدا ممكن ما بيشوفهاش في بعض الدول الاوروبيه، ودي شهاده طبعا نعتز بيها وان كنا اثقل من ذلك بكثير، وننتظر المزيد من الاتحاد المصري.
وادي نهله في النقطه 25 واتمناها تنهي طبعا عشان تحقق بقى مصداقيتنا. وكان فيها تاتش، برافو يا نهله، فعلا لو كانت ثابتها الكره كانت تاتش بلوك، ملامسه لحوات الصد وعملت عليها تراي قوي نهله، وراحت وراها ايه وراحت وراها شروق، ولكن طبعا خبره نهله خلتها لازم تحط ايديها في الكوره عشان كان تاتش صريح عليها وتتعدل النتيجه 22-24. ما نستعجلش، محتاجين كوره استقبال كده لمريم انت وكاترين، ومعاكم نهله سامح استقبال بس، وعندنا بقى سنتر الشبكه فريده العسقلاني ونور ياسين، هنشوف مين اللي هيخلص الكوره، معانا فريده قدام، ولكن الكوره تجبر شروق على انها تحطها خطا، واستقبال خاطئ كده يكلفنا نقطه. 23-24 مش وقته خالص يا جماعه، وطبعا بقى خبره الكابتن حمدي بيوقف كده اللقاء ويقول تعليماته، ولازم نهتم شويه بالكره الاولى، هل هي هتلعب مجازفه في الارسال؟ ما اظنش، هتلعب ارسال سهل شويه، فلازم نستقبله بهدوء اعصاب. تروح الكره مباشره، عندنا ثلاثه على الشبكه من اقوى الضاربات، وعندنا ضارب خلفي كمان مميز جدا، ودفاعات قويه لمريم مصطفى. محتاجين ان احنا ننهي الشوط عشان نقول مبروك للنادي الاهلي البطوله، ونستمتع بقى معاه بباقي اللقاء ومع جمهورنا العزيز الحبيب اللي موجود في جنبات الصاله. قد ايه عصبي كابتن ياسين جلولي؟ طبعا عنده حق، فرقته معاه بقالها فتره طويله ولعب بيها نهائي برضه البطوله العربيه، ويا ترى بقى خروجه وبالمركز الثاني كده يكون دوت سمه اللقاءات اللي هيشارك فيها على طول مع النادي الاهلي. وادي كاترين بتنهي لنا الشوط الثاني، وبنبارك طبعا للاهلي حصوله على اللقب، ولكن طبعا جمهورنا بقى اللي ملتف حوالين الشاشه كده عايزين بس نفكره ان الاهلي يفوز باي نتيجه يبقى فائز باللقب، او يفوز بشوطين داخل اللقاء يبقى فائز باللقب. لسه المباراه فيها الكثير، هننتظر مع حضراتكم ان شاء الله في استئناف المباراه. ووصل بقى بيبو نجم الملايين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للصاله 2 باستاد القاهره عشان مراسم التسليم، وقد ايه هيكون تسليم رائع لنجم ومعشوق الملايين سواء في مصر او الدول العربيه او في دول العالم المختلفه، كلهم عارفين يعني ايه كابتن محمود الخطيب، يعني ايه اخلاقه اللي ميزته منذ صغره طبعا، يعني ايه احنا كجيل الوسط او الجيل القديم او حتى الجيل الجديد عارف قدر الكابتن محمود الخطيب. نتمنى له طبعا التوفيق هو ومجلس الاداره المنتخب، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي صاحب اروع قناه رياضيه حتى الان، وهي قناه النادي الاهلي، علامه للنسر المحلق دائما على اعلام النادي الاهلي. وادي فرقه سبورتنج على امل انها تاخد المركز الثالث، وهنشوف بقى في الختام خالص هيسفر النتائج عن ايه، ونتمنى طبعا ان نادي سبورتنج يتحسن بادائه ولقاءاته القادمه ومجلس ادارته برئاسه الدكتور احمد ورده، ان هم يكونوا كده بيفكروا في مستقبل الكره الطايره، انه يستمر بقى مش على المستوى المحلي بس، ولكن على المستوى الدولي والافريقي والعربي، ويشاركوا في كافه البطولات القادمه. وادي هنا ايه كان عندها اصابه كده في الاصابع في كف ايديها اليمين، بتحاول كده طبيبه الفريق النادي الاهلي كابتن ايمان محمود بتحاول كده تعالج لها الاصابه. وادي طبعا بقى فريق الصفاقس التونسي اللي على امل انه ياخد القاب فرديه داخل البطوله. طبعا في منافسه شرسه بين مريم مصطفى رقم 7 من النادي الاهلي ليبرو فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر، وسليمه حموش رقم 1 من الجزائر في المنافسه كده على لقب فردي ليهم كاحسن ليبرو. وطبعا في منافسه بين ياسمين اودني الجزائر اللي لو كانت كملت المباراه النهارده كانت هتنافس كل من فريده العسقلاني ونور ياسين كلقب احسن حائط صد، ولكن بيتهيألي بخروج ياسمين اودني وما لعبتش اللقاء دوت نسبتها هتقل في حائط الصد وهتخرج بره التقييم، وهيكون منحصر بين فريده العسقلاني ونور ياسين، وطبعا بين بقى احسن ضارب اللي منهم كده ايه الشامي وكاترين من النادي الاهلي، وبينافسهم فيها زهره بن سالم
من الجزائر، اللاعبه النشطه حتى الان رقم 8 ودلال مروه عاشور من المجمع البترولي الجزائري، وبيقابلهم فيها كارولين برونو من الصفاقسي. ولكن اظن ان كارولين الضرب الخلفي عندها هو اللي مميز جدا، وهنشوف بقى في التقييم النهائي هيظهر ايه. وده طبعا بعد بقى احسن اعداد، واللي هيكون من شروق محمد، واللي ما اظنش ان في حد بينافسها، وان كانت تدخل معاها كده كهينه شطوط، ووجهه نظري الفنيه ان شروق فرق عنها بمراحل كبيره قوي. هي كهينه حتى ليها تكنيك كده مختلف تماما، ومش عارف ده بالنسبه لنا احنا بيكون خطا انها تقعد على ركبتها بدري قوي، ولو الاداء اتغير ما بتقدرش تواكب الاداء. وهنشوف بقى ان شاء الله، ونبارك للاعبات النادي الاهلي على المراكز. ودينا قلنا هي مريم بتطير كده وتتجاوز خط الشبكه، ولكن طبعا بتطلع كورتها وده الاهم. وادي بقى الكابتن حمدي بدا كده يخرج من هدوءه شويه، ويحاول يقول لهم التعليمات بتاعته لازم تنفذوها. وادي شروق هنا في اللقطه الثانيه ليها والنقطه الثانيه، وبلوك رائع من كاترين بعد كره فيرست تايم على سن الشبكه من استقبال خاطئ من لاعبي المجمع الجزائري. ونتمناها حمراء، ونتمناها ثلاثيه نظيفه، نتمناها طائره اهلاويه لنادي القرن في ظل حضور كابتن محمود الخطيب، وفي ظل حضور الجمع الجماهيري اللي لو كانت فتحت الصالة الأولى كان حضور 25,000، ده كان قليل. احنا دلوقتي الجماهير ممكن ما تكونش لاقية كمان مكان في الصالة الصغرى اللي بتساع 12,000. وادي آية الشامي بتعزز من وجودها وتقول لكاترين لا استني شوية يا كاترين، انا داخلة على لقب احسن لاعبة واحسن ضاربة، اوعي تنافسيني، احنا من مصر، احنا بنات مصر، احنا النادي الاهلي. وادي الجمهور، انا بستمتع بالصياح والاناشيد والازاريج اللي بيعملها النادي الاهلي. وهنا كده لازم بقى يا ايه ناخر ايدينا في البلوكات ونطلع على قد الضارب اللي بيضرب، يعني هي ضربه من سن الشبكه وانا طالع عالي جدا، الكره جت في كوعي فلازم اخر واخد بكف ايديا شويه. اكيد خبراتك طبعا هتوصلك للكلام ده خلال اللقاء. وواحد الجزائر، ثلاثه الاهلي. وادي تاني ربع ايديه المدرب ياسين جلولي، وبنفكره ان تربيع الايد دوت من البادي لانجوج في المجال الرياضي معناه انك خايف من الفرقه اللي قصادك وما تربعش ايدك تاني. وبنعلم برضو مدربينا انه لازم يستخدم البادي لانجوج في قرايه المدرب الفريق المنافس. واكيد الكابتن حمدي عنده طبعا الاستاف التكميلي بقى اللي بيقول له المعلومات كلها. وادي كره قويه من كاترين، ما زالت هي وايه بتتنازع او بتتنافس على احسن ضارب. وكاترين كده بارسال سهل ننبه عليه الكابتن حمدي الصافي وقال لهم حطوا الارسالات في الملعب بس. وادي مريم بقى من المنطقه الاماميه بتعلل كاترين اللي ضربت، ولكن دفاعات قويه من حموش وترجع تاني. وادي دفاعات من شروق المره دي بتعليها كده فريد العسقلاني. وادي بقى نهله سامح بيخدمها الحظ شويه، لكن طبعا الاجتهاد لا يعرف ليه الفشل طريق، ونهله هتظل تجتهد وهتظل تحقق نقط صعبه للنادي الاهلي. وبالتوفيق كده من ربنا حتى هي بتبص بصه كده غريبه قوي، ان يعني الحمد لله ان الكره عدت وحققت نقطه مثاليه في وقت مثالي. وكاترين تاني على الارسال وتعكس الملعب بطريقه جميله جدا لمعد الفريق الجزائري كهينة شطوط. وادي محاولة من كاترين وتحاول تلحقها فيها مريم مصطفى، ولكن الكرة كانت بعيدة جدا عنك يا مريم، وهارد لك لكاترين. ان شاء الله نعوض كده في اللقطة اللي جاية. طالما الارسال مع زهرة بن سالم خدوا بالكم ارسالها سريع، وزي ما قلنا ادي نهلة وتاني وكرة قوية مريم استقبلتها على ايد شروق بتديها على طبق من فضة، كرة ترفعها لكرة ذهبية للفتى الذهبية فريدة العسقلاني اللي ما بتكدبش خبر وتضرب كرة سريعة. ورجع فريدة على الإرسال ومستنيين بقى إيد نور ياسين اللي تورينا كده الضربات القوية من حوائط صد مزدوجة وثلاثية. وآدي نور ياسين لسه بتقول لي يا كابتن أنا موجودة، يا كابتن أنا خدت بلوك أهو من فيرست تايم، قول عني حاجة. عايز أقول لك والله يا نور أنت أصغر لاعبة وأحسن لاعبة حتى الآن من وجهة نظر الشخصية، لأن صغر سنك دوت هيفرق كتير قوي قدام شوية لمنتخب مصر، وإن شاء الله تاخدي ألقاب دولية في المستقبل. كرة تاني سهلة ترجع كده على استحياء للنادي الأهلي بيلعبها المجمع البترولي. وآدي بلوك بيتاخد هنا من آية الشامي داخل الملعب بتشير بيه طبعا الحامل الراية المساعد، وطبعا داخل الملعب يا آية ضربت بس الكرة وانت نازلة شوية. وهنا الكابتن حمدي شايفها ممكن أكتر فبيقول أوت، هنشوفها كده تاني.
الكره انسايد، وادي بقى مزمات ومريم مصطفى بتحط كور يا جماعه مثاليه، دي هتخليها احسن لاعبه ليبرو او احسن لاعب مستقبل. وتاني ترجع، وادي مريم، احنا ما بنجاملش حد، احنا بنقولش كلام كده وخلاص، بنقول كلام من واقع احصاءات. وهنا بقى كان لازم المتابعه، وبندي كل واحد حقه، ولازم المتابعه نور ياسين، هي دي الخبرات اللي انت بتكتسبيها في البطولات اللي زي دي، لازم لما انزل من البلوك عيني ما تسيبش الكوره، ونتابع الكوره جايه منين وراحه فين. واكيد هتحصل لك دوت مع العمر الزمني او التدريب طبعا. ومزمات هنا بترفض بقى هديه كده اداها لها عدم متابعه الكوره في النادي الاهلي، وترجع لها الكوره ولكن في الشبكه، وثمانية الاهلي أربعة المجمع الجزائري. ونسمع زئير الجماهير في المدرجات، اسيبكم تستمتعوا بيه في التكنيكال تايم اوت الاول. لاستئناف اللقاء والصوت الثالث، وان شاء الله تختم كده البطوله بثلاثيه نظيفه للنادي الاهلي. اعزائي ركاب الطائره الاهلاويه بقى واعضاء الفريق الاهلاوي ومحبي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، نتمنى ان تهبط طائره النادي الاهلي بعد حضور العمالقه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والمهندس خالد ناصر سليم رئيس الاتحاد المصري، ولفيف كده من الاتحاد العربي الاستاذ بقى جعفر علي رئيس لجنه الحكام العربي، ومزيد من الحضور في تسليم الجوائز ان شاء الله، يسلموا للنادي الاهلي اللقب الثاني على التوالي والرقم السابع ليه في البطولات العربيه بعد حصوله على 6 مرات للبطوله العربيه. وادي بلوك كده متبند وكره في مركز 4، وادي نهله وتدور عليها كده تلاقيها في ايديها رقم 8 زهره بن سالم، ترجع تاني لشروق اللي بتشد الكره النهله، وقد ايه بقى نهله هنا بتجتهد باسقاط، ولكن برافو عليكم فرقه الجزائر كهينه شطوط، وتاني اسقاط وتعبناهم بقى ولا ايه، والكره في الملعب، برافو للحكم، معلش نمشي يا جماعه. وادي فريده العسقلانيه، ادي نور ياسين التي لا تصد ولا تراد، وشروق قد ايه عينيها الخبيره ورؤيتها كده لان في تفكك على الشبكه وفي فركشه كده من فرقه الجزائر، بترمي الكره ما بتكدبش خبر نور، تضرب الكره في البتوين ما بين 1 و6. وادي بقى الحماس العالي قوي اللي متعودين منها بحماسها ده، واخداه طبعا من كابتن ياسين امين والدها، وكان لاعب حماسي جدا اثناء لعبه، ومازال في عضويه مجلس اداره الاتحاد، وبنشاطه كده ان شاء الله ياثر هو وزمايله على مسيره الكره الطائره مع العميد بقى محمد فرج ومع الكابتن عمرو مخلوف والكابتن الدولي العالمي كابتن وسيمي كابتن دومي، وكلنا امل في ان الطائره المصريه تحلق في سماء العالميه. وادي متابعه، الله عليك يا نور، سمعت الكلام يا بنتي ولا ايه من اللي هنا من النادي الاهلي من قناه النادي الاهلي، وتابعت كورتك كده مع شروق وطلعت كوره من تحت الارض زي ما بيقولوا، كوره كانت ميته تماما، شروق تعمل التراي العالي قوي، ونور ياسين تحقق كمان هي التراي والمتابعه وتطلع كورتها ويكسب بيها النادي الاهلي كوره، اهي كانت ميته الكوره. وادي نور، الله عليك يا نور، وترجعها كده ايه حمدي، وادي تاني ضرب بقى في الشبكه بكره مسقطه من فرقه الجزائر. 12-4 وتألق النادي الأهلي وعرف خلاص الجزائر إن هو خارج البطولة وخارج المنافسة، وإن المنافسة بتكون للنادي الأهلي بالمقام الأول والأخير. وآدي كاترين مع زميلاتها بيحبوها على فكرة فريق النادي الأهلي، لأنها مش سهل إن لاعبة محترفة تدخل داخل صفوف أي فرقة، ولكن طبعا احترافية لاعبات النادي الأهلي واحترافية أجهزة النادي الأهلي واحترافية إعلام النادي الأهلي اللي بيخلي الفروق تدوب بين اللاعبات وبعضها واللاعبين وبعضهم،
وبيدخل اللعيبه كل واحد في مكانه الطبيعي، واحتضنها كده النادي الاهلي ودخلها جوه فرقته، وقد ايه هم منسجمين معاه وهي منسجمه معاهم. حتى البدلاء هم بيكلموها، رنا ياسر الجوهري بتكلمها كده في ودنها والتانيه بتسمع ليها، قد ايه احنا فعلا النادي الاهلي مفخره للرياضه المصريه. النادي الاهلي بيعلم شبابنا ويعلم جمهورنا ويعلم محبيه وعشاقه قد ايه احنا متميزين، قد ايه النادي الاهلي بيحقق بطولات بسهوله وباقتدار، ولكن طبعا من خلف الكواليس حواليهم اجهزه فنيه عملاقه شغاله ومتابعه كل الاداء بتاع الفرق. وادي هنا انهيار كامل في صفوف المجمع البترولي الجزائري، اكتشفنا ابار البترول المجمع الجزائري وخرجنا كل الفائض عندهم وخرجنا كل المخزون البترولي عندهم، وطلعنا بنتيجه ايجابيه جدا بفارق 10 نقاط في مباراه اروع واجمل من ان تكون مباراه نهائي، بل هي مباراه لتاريخ، مباراه لاكتساب مزيد من الخبرات، مباراه رائعه فعلا. وهنا كده في كره محسوبه على النادي الاهلي، طبعا بقى اعذرونا عن حماسنا، ولكن فعلا انا شايف فريق عالمي بيلعب مباراه نهائيه في بطوله عربيه. وتاني ترجع الكره كده سجال من متابعه من نور وآية الشامي، ولكن المايسترو شروق، المايسترو اللي عارف بيودي ايديه فين، عارف بيرفع كورته لمين، عارف ايه التايم الحقيقي. وادي بقى حزن كده واسى على صفوف الجهاز المعاون للمدرب الجزائري ياسين جلولي، حكيمه بالحسين كده بتحرك دماغها يمين وشمال، يعني احنا مش عارفين نعمل معاكم ايه الصراحه يا اهلي، بسم الله ما شاء الله، ده لسان حالها اكيد اللي بيقول كده. وادي بلوك هنا وتهرب كده في الاوت، ولكن بتلحقها شروق بقى، شوف واقفه فين، وسايبه طبعا كاترين في مركز اثنين، وده بقى التكتيك بتاع الكابتن حمدي، وبيحرك لاعبيه ومن وراه دفاعات قويه مريم مصطفى. وهنا كده كره بدون معنى وبدون عنوان تنزل لملعب النادي الاهلي، ولكن الفرق كبير يا اولاد يا بنات عفوا، 15-6. حاولوا كده تاكدوا بقى على مكسبكم، وده يبقى صوت تاريخي، صوت يعلم الاجيال كده ان في مباراه نهائيه نفوز بفارق سكور كبير جدا، قد ايه اصرار وقد ايه عزيمه من النادي الاهلي. كره معلش يا نور خبراتك شويه، لازم اضم على لاعب الطرف، ما سيبش فراغ ما بين ايديا. اكيد بقى الكابتن حمدي بيسجل كل الملحوظات دي ويبدا يعلمها النور كده اثناء التدريبات. مفيش لاعب ما عندوش ثغرات. وطبعا احنا كنا بلغنا حضراتكم بعد الشوط الثاني ان احنا فزنا باللقاء وبالبطوله ومستنيين الفوز باللقاء، ولكن بناكد دلوقتي فزنا بالبطوله طبعا، واحنا متقدمين 16-7 في شوط فاصل، في شوط اخير، في شوط حاسم بينقل لينا النادي الاهلي نقله تاريخيه جديده، من النقله بقى للفوز بالمرحله الثانيه او البطوله الثانيه على التوالي. ورسميا الاهلي بطل البطوله العربيه النسخه 19، زي ما كان بطل البطوله العربيه في النسخه 18، وفائز مرتين على التوالي، وفاز بالبطوله 7 مرات. وطبعا تهنئه من القلب هيقدمها جمهور النادي الاهلي، وهيقدمها عشاق قناه النادي الاهلي، وهيقدمها لاعبات وجهاز النادي الاهلي لمركز القياده في مطار بقى وفي قلعه النادي الاهلي الحمراء بعد فوزهم كده. وطبعا زي ما احنا عارفين كان لعب النادي الاهلي اخر مباراتين بالتيشيرت الازرق، ولكن طبعا بيصر بقى في المباراه النهائيه انه يطلع اللون الاحمر تاني ويقول لهم كده احنا نادي القرن، احنا اللون الاحمر اللي ما فيش حد بيقف قصاده. وزي ما شايفين الجماهير مشتعله عن اخرها، وطبعا مشتعله حماس ورغبه في الفوز. وادي الكابتن مدير البطوله هناء حمزه قاعده طبعا جنب بقى القياده الاهلاويه، وجنب المهندس خالد ناصف سليم ابن بقى المرحوم ناصف سليم، مخترع الكره الطايره في مصر ورئيس الاتحاد الاسبق. وادي نور ياسين، قلنا يا نور ان الارسالات السبايك مش هتحقق معانا نتيجه ايجابيه، ولكن معلش حاولي، في فارق كبير في السكور، وانت طبعا بتحاولي بقى تاكدي وتدعمي الفارق ده، وكابتن حمدي طبعا مديك ارتياحيه في اداء مهاره الارسال. تاني النسرين مروان رقم 11 على الارسال، وارسالها بيبقى سهل وضعيف نسرين، ولكن يعتمدوا على بعض، وقد ايه اشاره عصبيه قويه جدا من ليبرو الفريق مريم مصطفى، بتحط ايديها كده وتطلع كوره
قويه وعلى ايد المعد بالظبط شروق، وطبعا بالعين الخبيره بقى لفريده العسلاني بتسقط كده كوره في ايد حوض الصد بنقطه مباشره، وتدعم جراح وتعزز من جراح المجمع الجزائري وتقول له انت جاي النهارده تتعلم في مباراه نهائيه 17-7 حتى الان. والنادي الاهلي طبعا بنقول له مبروك بالبطوله، مبروك بادائك المشرف جدا للكره الطائره المصريه، مبروك لاكثر من بطوله واكثر من مكسب داخل البطوله العربيه، اولهم مكسبك للصفاقسي 3-0 مدعم لجراح الصفاقسي، وهيجي لك البطوله الافريقيه وهو عارف انه بيخسر منك، مبروك لتدعيم جراحك للمجمع الجزائري وهو جاي لك البطوله الافريقيه لو اشترك وعارف انك بتكسب. ده ممكن يعمل رهبه للدول الافريقيه انها تشترك معانا في بطولات عربيه او افريقيه، ولكن نعمل ايه لفريق بطل، فريق بيحقق مكاسب على فترات طبعا متقاربه جدا، فريق لا يحسد عليه. وادي هنا كره، معلش يا كابتن حمدي، هي خطا مباشر طبعا من التحكيم، كره في الاوت ويا ايه، مش وقته خالص نعترض، خلينا ماشيين في المسيره بتاعتنا، وهو بيقول لهم ان انا شفت كده خلاص هو اصدق، ولكن طبعا الكره مضروبه بعيد جدا عن ايد حواط الصد، حتى حامل الرايه ما فكرش انه يشاور انها تاتش خالص لانها بعيده جدا. وادي الاعاده، وفي الاعاده الافاده خارج الملعب تماما بدون ملامسه لايه الشامي. معلش طبعا لكل واحد خطا، ولكن طبعا نامل ان نتدارج الخطا عشان نعمل نتيجه كده في صوت ثالث يكون فارق سكور كبير، يسيب لنا بقى تاريخ عميق كده باننا فزنا ببطوله عربيه، واننا فزنا بيها بكل نتيجه 3-0، واننا فزنا في شوط نهائي بفارق سكور كبير، كل ده تاريخ واضافات لفرقه النادي الاهلي. ولكن طبعا ما زال المجمع البترولي الجزائري بيحاول ويحاول، وخدوا بالكم يا بنات الاهلي البطوله انتهت بفوزكم، ولكن لسه المباراه ما انتهتش، ولازم نسيب كده ذكرى ممكن تكون اليمه بالنسبه لي النادي المجمع البترولي الجزائري، ولكنها ذكرى عطرة لجمهورنا الحبيب ولمشاهدينا على قناة النادي الأهلي. إرسال سريع وكاترين بتستقبله، وآية الشامي لا تصد ولا تراد من مركز أربعة، بتطير في الهواء وتضرب كرة كده في إيد البلوكات وإيد الدفاعات والتغطية كمان، ما بتقدرش ما شاء الله ترجعها. بسم الله ما شاء الله عليك يا آية، نموذج جيد جدا للاعبات بيحاولوا ويصبروا، وانتقلوا من نادي الشمس بعد ما حققت بطولات مع نادي الشمس، انتقلت ليه تعزز بقى من وجودها داخل صفوف النادي الاهلي ووسط لاعبين وسط لاعبات النادي الاهلي. وكاترين على ارسال، وبتهيألي خلاص كده المجمع الجزائري مش هنقول عليه بيسلم المباراه، ولكن اجبروا النادي الاهلي على انه يرضى بالامر الواقع، الامر اللي فرضوا عليه من بدايه اللقاء، وفاز شوطين والثالث اهو بيدعم جراحه اكتر، وفريده العسقلاني بتاخد حائط صد متالق من عائشه مزمات، وكاترين بتلعب ارسال قوي جدا، ولكن بقى محاوله هنا وايه قد ايه تالق وقد ايه روعه، وفريده العسقلاني تاخد كوره كده صعيد الاشباح من على سن الشبكه، تضرب كوره في اواخر الملعب بعد تالق دفاعي قوي جدا للمجمع الجزائري. بنشكر عليه طبعا الكابتن شعراوي اللي لفت نظرنا كلنا في استديو التحليل مع الكابتن هيثم، هو وكابتن منى عبد الكريم وكابتن انجي الشامي، اللي قالوا لنا ان الفرقه دي دفاعاتها قويه جدا، وفعلا بنشوف ده امامنا هنا في الملعب، ولكن دفاعات قويه بقى امام مين؟ امام الجمهور وامام لاعبات وامام اجهزه نادي ومنظومه كامله بتشتغل لمسيره النادي الاهلي. وطبعا بقى هنا مخرجينا بنشكرهم جدا، ما بيكدبوش خبر على طول، ويجيبوا لنا الكابتن بيبو عملاق النادي الاهلي محبوب الملايين، وجنبه الكابتن خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري. كاترين رقم 5 على الارسال، كاترين واعداد كده من كهينه شطوط في مركز 2، خلاص بقى يعني زهره بن سالم بتقول انت بترفعي لي اعمل ايه، احنا 22-11 دبل سكور، وطبعا هتتكتب دي في الموسوعه العربيه ان النهائي كان 3-0، ان النهائي كان الشوط الاخير بدبل سكور او اكتر كمان، ان النهائي كان باقتدار عن طريق ايدي واقدام النادي الاهلي وكفاح منقطع النظير من نادي المجمع الجزائري، فريق يحترم
فريق ممكن لو اشتغل على نفسه الفترة القادمة، عنده أعمار سنية معقولة، يمكن في جوهر عطوش بس رقم 9 مواليد 87، وفي كهينة شطوط مواليد 92، وفي ياسمين أودني مواليد 89، ولكن الباقي كله تخطى حاجز مواليد 90، وكل أعمار الفريق تعتبر معقولة جدا إن هو يقدر يكمل ويقدر يعمل نتيجة أكثر إيجابية. وأدي حائط صد من آية اللي بياخد كده إيديها ويطلع خارج الملعب، واللاعيبة المصابة بقى ياسمين أودني اللي طبعا بتقول كان نفسي أبقى معاكم، ولكن برضو هيهات يا ياسمين، عندك فريق عملاق بيكسب في أي ظروف ما شاء الله عليه، طبعا بيكسب بالاجتهاد وبالمثابرة وبمؤازرة جماهيره وبشغل بقى أجهزته الفنية وقيادته الإدارية. وأدي كرة هنا نوت باص يا فريدة، نوقف ولا ايه؟ ولكن طبعا الكابتن حمدي شايف ان فارق 10 نقاط بالنسبه له، هو خلاص كسب، وان كان بقى مش عايز يوقف عزيمه اللاعبات بتايم اوت ولا حاجه، ومش فارق عنده هو يكسب بفارق سكور ايه، المهم ان هو خلاص بيكسب. وايه الشامي بتعزز جراح المجمع الجزائري وبتشوط كره قويه، بتقرب على نهايه الشوط الثالث، وطبعا هتكون احتفاليه رائعه للنادي الاهلي اليوم بفوز بثلاثيه وفوز ببطوله غاليه زي البطوله العربيه. وادي ابتسامه بقى اخيرا كابتن حمدي، شفنا كده ابتسامتك يا كابتن حمدي في نهايه اللقاء، وادي ارسال اهو واستقبال خاطئ، وتصول وتجول لاعبات النادي الاهلي وتفوز بالبطوله العربيه رقم 19. وادي بقى فرحه النصر، فرحه الفوز على الجماهير قبل اي حد. بنشكر جماهير النادي الاهلي ونشكر قناه النادي الاهلي، وطبعا هديه رائعه لمجلس اداره جديد بقياده معشوق الملايين وحبيب الملايين الكابتن محمود الخطيب، بيسلم النهارده، هيسلم الكاس لفرقته، وفرقته قالت له احنا واقفين مع كل ما هو متميز داخل صفوف النادي الاهلي، وبنحقق المنظومه الرائعه بالفوز بالبطوله العربيه المره الثانيه على التوالي والمره السابعه. وشكرا جمهورنا العزيز، شكرا قناه الاهلي، شكرا الكابتن محمود الخطيب. كان معكم محدثكم عزب الشرباجي، وننتقل للاستوديو بمدينه الانتاج لمتابعه بقى التعليق كده مع الكابتن هيثم السعيد وضيوف برنامج ملوك الصالات. كان معكم عزب الشرباجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برضه